ومعانا على الهاتف واحد من الابطال الكابتن سيف سمير. كابتن سيف الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا كوتش. الله الف الف مبروك، راهنا عليكم والحقيقه كنتوا عند مستوى المسؤوليه. الحمد لله، والله يعني ظروف صعبه بس الحمد لله لعيبه رجاله وكلنا الحمد لله كنا قد المسؤوليه دي الحمد لله. قول لي يا كابتن سيف، احنا خسرنا المباراه اللي فاتت فدخلنا النهارده ما فيش حل الا ان انت تكسب الماتشين. دي حقيقة. اعدادكم للمباراه كانت ازاي؟ لا والله هو اللعيبه كلها اتفقنا ان الماتش ده حياه وموت. احنا دي تقريبا احنا خدنا 5 بطولات السنه اللي فاتت وخسرنا بطوله عربيه السنه دي. دي تقريبا دي اصعب بطوله مرت علينا في ال6 بطولات اللي فاتوا دي. ظروفها صعبه جدا، اصابات كتير جدا، مش جاهزين قوي. بس الحمد لله يعني اللعيبه كلها رجاله كانت بتموت زي ما انت شايف كده النهارده، اللعيبه كلها بتموت نفسها في الملعب. يعني حتى ممكن تكون الباسكت مش ماشي بس بنموت نفسنا في الديفنس، بتموت نفسنا في الملعب، اي كره واقعه على الارض كله بيموت عليها. فربنا كرمنا عشان كده. روح الفانيلا الحمراء طبعا دي هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي يعني. صحيح، انا شايف مستر اوجست يعني فرحان جدا، كان مضغوط قوي قبل الماتش واضح. طبعا ما كلنا كنا مضغوطين جدا كلنا، وكابتن اوجستي طبعا مضغوط لان دي بطوله زي ما قلت لك صعبه جدا ومهمه جدا، تقريبا يعني من اهم البطولات اللي هتدينا دفعه للسيزون كله. فطبعا مضغوط واحنا مضغوطين بس الحمد لله ربنا كرمنا عشان احنا اجتهدنا وتعبنا وكنا عايزين نكسب. طيب كابتن سيف، يعني بعد البطوله العربيه الناس خافت ليكون المنحنى نازل، انت بتقول لي لا كانت المساله كلها عشان الاصابات والضغط والتواصل اللي فات، البطوله دي تفرق معانا في بقيه الموسم؟ طبعا تفرق جدا، دي زي ما قلت لحضرتك يمكن في اصابات وفي حاجات بس البطوله دي احنا خسرنا بطوله عربيه، ف يعني الدفعه بتاعت السيزون كله كانت في البطوله دي. يعني دي كانت اهم بطوله واحنا كنا متفقين على كده، البطوله دي يعني حياه او موت ما ينفعش نخسرها. ف يعني زي ما انت شفت يعني ده اهم بطوله بالنسبه لنا، بس الحمد لله ان شاء الله اللي جاي كله بتاعنا باذن الله. الحمد لله. الجمهور المباراه اللي فاتت كان في بعض الملاحظات وتكنيكال فاولز، النهارده ايه اخباره؟ لا الجمهور، لا حضرتك بتتكلم على ماتش الزمالك، انما الماتشين الاتحاد لا مفيش خالص اي حاجه، مفيش اي تكنيكال فاول، مفيش اي خروج عن النص، مفيش اي حاجه. الجمهور بتاعنا محترم جدا وهو اللي كسبنا، يعني يمكن هو اللي كسبنا في الاخر، كان انا سامع صوتهم وحاسس بيهم واللعيبه كلها كانت حاسه بيهم، حتى يعني هو ده اللي ادانا الدفعه. والولاد الصغيرين ما شاء الله هم رخرين، يعني نتائجهم هايله بصراحه. طبعا الولاد الصغيرين هم يعتبر اللي كسبونا البطوله، اللي بيفتحوا لكم الباب يعني. هم اللي بيفتحوا الباب بالظبط كده، هو ده البطوله دي بتاعتهم يعني. صحيح، الف الف مبروك يا سيف وبدايه معك. البطولات ومستنيين بقى نكمل الخماسيه زي السنه اللي فاتت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الف 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 مبروك. الف مبروك.